خلونا نعرف تفاصيل. بينضم لينا عبر زوم من لندن خبير التكنولوجيا اياد بركات، اهلا بحضرتك، صباح الخير. في البدايه يا ريت لو حضرتك تقول لنا، هل فعلا الميتافيرس ممكن نشوف فيه جرائم مختلفه او حتى يعني افعال عنف؟ ليه ممكن ده يحصل وازاي ده ممكن يكون داخل الميتافيرس؟ طب صباح الخير. طبعا الميتافيرس يختلف حسب اختلاف تعريف الشخص او الجهه له. جزء كبير مما يسمى او ما سيكون هو الميتافيرس هو موجود حاليا، ربما يمكن اعتباره انه موجود في المراحل البدائيه، مثلا انستغرام، الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي، العملات الرقميه. كبير من هذه مما سيكون عليه الميتافيرس هو موجود بداياته. منذ بداية الإنترنت كان طبعا هناك وجود أو تواجد سريع للجريمة وبعدها الجريمة المنظمة في استعمال التكنولوجيا واستعمال الإنترنت. كما نعلم دائما العناصر الإجرامية والجريمة المنظمة لديها من الذكاء والحنكة الكافية لكي تتأقلم في أغلب الأحيان أسرع من أجهزة الشرطة والأجهزة الحكومية في الكثير من الدول، واستغلال هذه الثغرات التي تفتحها التكنولوجيا. هذه الثغرات هي ثغرات فرص للناس كما جاء في تقريركم وفي كلامكم، ولكن أيضا للأسف بعض الكثير من الأناس يعتبرونه ثغرة جديدة لاستغلال الناس. منذ بدايات الإنترنت كنا نعلم عن الكثير من حالات الاحتيال وحالات الخدعة والاعتداء على الناس. التنمر مثلا موجود جدا على شبكات التواصل الاجتماعي ويعتبر جريمة في كثير من الدول. عندما نتحول إلى ما يسمى أو ما سيكون عليه الميتافيرس، لنسميه التطور التكنولوجي القادم في السنوات القادمة، سيكون هناك أيضا أنواع جديدة من التنمر، أنواع جديدة من الاحتيال على الأناس العاديين، وأيضا استغلال من قبل الجريمة المنظمة وربما العناصر إرهاب أيضا لتحويل العملة. فيكون جزء كبير لن يعمل الميتافيرس بدون أن يكون هناك جود أو لنوع ما من العملات الرقمية، ربما تختلف عما موجود هو الآن، ولكن سوف يكون هناك نوع من العملات الافتراضية أيضا الذي قد يمكن الكثير من العناصر الإجرامية من استغلال هذا الفضاء الافتراضي لكي يقوموا بتحويل الأموال، غسل الأموال، تحويلها من مكان إلى آخر. فطبعا كما ذكرتم هناك تسارع كبير ليس فقط من الشرطة الدولية ولكن من الكثير من الشركات والحكومات لمحاولة على الأقل أن يكون لها تصور ما عن المستقبل، محاولة فهم هذا المستقبل بأدواته وأيضا بالتصرفات المحتملة. هو سيكون هناك نظام جديد، نظام افتراضي جديد. دائما أي نظام سواء كان بسيط أو معقد سوف ينتج عنه أشياء جديدة لم نكن نتخيلها، تصرفات جديدة واستغلالات إيجابية كثيرة وأيضا استغلاليات سلبية كثيرة. طيب، وهذا ما تحاول أن تعمله الشرطة الدولية الآن. طيب أستاذ إياد، أنا عندي أكتر من تساؤل الحقيقة، لأنه الموضوع جديد. فكرة أنه يبقى في شرطة افتراضية دي أنا عايز أفهمها أكتر، يعني آلية التعامل في هذا المجال الافتراضي الميتافيرس، إيه الآلية اللي هتبقى بتتعامل فيها لمكافحة هذه الأنواع من الجرائم، إن كان تنمر أو إن كان اختراق خصوصية أو احتيال أو الحصول على الكروت البنكية وإلى يعني إلى آخره. كيف ستعمل هذه الشرطة وإلى أي مدى سيتم منحها صلاحيات الضبط من قبل ميتافيرس، لأن هي مملوكة لقطاع خاص، مملوكة لمارك زوكربيرغ، فكيف ستتم هنا العلاقة، يعني كيف ستدور؟ أولا لنصحح المعلومة الأخيرة التي ذكرتها، الميتافيرس لا يملكه مارك زوكربيرغ وليس هو مخترعه ولن يكون هو مالكه ولن تكون شركة متى هي حتى اللاعب الرئيسي الوحيد في هذا المجال. فكرة الميتافيرس موجودة قبل ربما عندما كان مارك زوكربيرغ طفلا صغيرا، هي قديمة ويعمل عليها العلماء والمستقبلون منذ زمن طويل، وهناك تصورات مختلفة لها. شركة فيسبوك، شركة متى، حاولت في الفترة الأخيرة أن تعيد تموضعها لكي تبدو وكأنها هي مخترع الميتافيرس
او من سيخترع الميتافيرس. يعني تخيل شركة فيسبوك كانت خطتها، طبعا الان تم تقليص كل هذه الخطط الوهميه، صرف حوالي 30 مليار دولار سنويا لمحاوله ان يكون لها يعني موطئ قدم قوي في الميتافيرس القادم، وغيروا اسمهم ليحلوا للناس. طيب حضرتك يعني صححت لي المعلومه فيما يخص يعني انه مارك زوكربيرج لا يملك ميتافيرس. انا اشكرك على توضيح هذه المعلومه. ماذا عن ميتا فيرس الشرطة، وكيف ستتيح او كيف ستمنح الصلاحيه لهذه الشرطه الافتراضيه للتعامل مع الجرائم؟ طبعا هناك يجب ان نتخيل هذا الامر في شقين. الشق الاول ان الشرطه، كثير من عناصر الشرطه في الدول حول العالم وايضا الشرطه الدوليه يحاولون ان يكون هناك وجود لنسميها شرطه افتراضيه، اولا لكي يدربوا عناصر الشرطة لديهم على فهم هذا العالم الجديد. مثلا جاء شخص وفهم أيضا طبيعة الجرائم وطبيعة التفاعل في هذا العالم الجديد ومحاولة يعني تخيل كيف سيكون. لنفترض أن سوف يكون هناك مواطن في بلد ما يقوم بشكوى أنه تعرض إما لاحتيال أو تحرش جنسي وما إلى ذلك، يجب على الشرطة تكون جربت هذا العالم لكي أن تحاول أن تتفاعل أو تتعاطف حتى مع هذه الشكوى. هذا جزء. الجزء الثاني، كما نعلم أن الإنترنت بشكل عام وربما الميتافيرس سوف يكون على شاكلتها أو سوف يكون مبني عليها أصلا، هي فضاء كوني، فضاء عالمي ما عدا الصين. يعني الصين هي عالم لوحدها حاليا، وربما حتى في المستقبل الميتافيرس سوف يكون شقين، فبالتالي سوف يكون هناك يعني الجهة الوحيدة التي يمكن أن تحاول إعطاء يعني حتى صورة أن هناك تواجد شرطي وأمني هو الشرطة الدولية أو الإنتربول. يحاولون هم أيضا كما تفعل شركة فيسبوك ومتى، يحاولون يعني تغيير تموضعهم لكي يكونوا هم الجهة المخولة في مثل هذه الجرائم، لأنها بطبيعتها قد ربما يكون المعتدي في دولة والمعتدى عليه في دولة أخرى. ولكن اسمح لي من سؤال زميلي جاد، ومن كلام حضرتك يبقى التخوف الحالي، وخصوصا حضرتك ذكرت فكرة الإرهاب، فما هي نوعية الجرائم وخصوصا فيما يتعلق بالتنظيمات الإرهابية؟ هل سيكون هناك شكل جديد للتنظيمات الإرهابية، وكيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه التنظيمات؟ طبعا لها شق سياسي واقتصادي، كيف يمكن مواجهة هذه التنظيمات من خلال الميتافيرس؟ كما حصل في شبكات التواصل الاجتماعي والثورة التي رأيناها في العشر سنوات الماضية، كان هناك استغلال لمحاولة تأطير ومحاولة تجنيد الكثير من المراهقين حول العالم وخصوصا من أوروبا لارتكاب جرائم إرهابية في الشرق الأوسط مثلا. هذا حصل في ما لدينا الآن وهو شبكات التواصل الاجتماعي، وهناك خطر أن يكون هناك تأثير أكثر ومحاولات أكثر في الميتافيرس أو العالم الافتراضي القادم، وسوف يكون أصعب التعامل معه. لماذا؟ لأن التصورات الحالية للميتافيرس أو العالم القادم هو عالم يعني سوف يكون هناك تواجد عميق للشخص، أنت لا تنظر فقط من مجرد شاشة على صور وعلى كلمات وعلى حروف، ولكن سوف يكون هناك لديك الشعور أنك موجود داخل هذا العالم الافتراضي. بالتالي سوف يكون الكثير من الأناس أو خصوصا الأطفال والمراهقين داخل هذا العالم معرضون لخدعة يرتكبونها ضد أنفسهم أنهم موجودون فعلا، وبالتالي سوف يكونوا أكثر عرضة للاستغلال، لمحاولات حتى غسل الدماغ ومحاولات تغيير الأفكار ومحاولات التجنيد لارتكاب أعمال كثيرة سيئة، أسوأ ربما مما نراه في الواقع الحالي للإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الخبير التكنولوجي إياد بركات، كنت معنا من لندن، شكرا جدا على مداخلة حضرتك معنا.